kick off. صباحكم الله بالخير متابعينا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي كيك اوف. في البداية طبعا عزي أخونا مذيع برنامج كيك اوف مشاري الخزيم لوفاة عمته، إن الله وإن إليه راجعون، وعشان كذي تشوفون اليوم أنا مكان أخونا مشاري. وطبعا ومستمرين معاكم في تغطيتنا لبطولة اليورو، ونستعرض معاكم عناوين حلقتنا. Kick off. معلومات عامة. أكثر حارس استطاع الحفاظ على نظافة شباكه لأطول مدة ممكنة كان الإسباني إيكر كاسياس، 509 دقائق دون أن يستقبل أي هدف، وذلك في يورو 2012. مجددا وبالدقائق الأخيرة، فرنسا تهزم ألبانيا الشجاعة، سلوفاكيا تمتع وتسقط الدب الروسي، الأنظار تتجه إلى الديربي البريطاني المنتظر اليوم، إنجلترا ويلز في قمة اشتعلت قبل أن تبدأ، ديربي الجيران في سهرة مثيرة بين ألمانيا وبولندا. سؤال حلقتنا اليوم، هل استحقت فرنسا الفوز في اللقاء أو في لقاء اليوم؟ سؤالنا الثاني، طبعا سؤالنا من شقين، سؤالنا الثاني، من تتوقع أن يفوز في مباراة إنجلترا ويلز، ومن سيكون نجم اللقاء؟ طبعا أرحب بأخواني في الاستديو، معد برنامج كيك أوف عدي عوض، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور مشعل، حلو كمذيع جديد، حاضر، عجبني كمذيع، حاضرين. ورحب بالمحلل الفني الكابتن ناصر العمران، صباحك الله بالخير ناصر. صباح النور، رحب فيك ابو عبد الرحمن وعدي، ونقول حق مشاري مذيعنا عظم الله اجره، وان شاء الله جنات النعيم ان شاء الله. طبعا نعظم الاجر لاخوي مشاري، طبعا مشاري الخزيم، واليوم مباشر انا راح اكون مذيع معاكم، فالله يعينكم انت والاستاذ المستانسين الحين، الله يطول عمرك. ليش مستانسين؟ ما حد يناجرك على هذا. لا بس احنا راح نغير الادوار ان شاء الله، راح نشوف، راح اتوقع اليوم ولا لا؟ وين؟
انا اتوقع واحلل وكل شيء تبيه خبير تحكيمي شوف الملعب حاضر الله يطول بعمرك. طبعا نبدي اولى مباريات اليوم، انا نسيت الكاميرا، نبدي اولى مباريات اليوم. مباراه اللي بدت الساعه 4 وانتهت بفوز سلوفاكيا على روسيا 2-1. كيك اوف المجموعه الثانيه. انجلترا الاسود الثلاثه، روسيا منتخب الدببه، ويلز منتخب التنانين، سلوفاكيا منتخب الشجعان. التمرير الكرات القصيره والتسديده جميل جميل يسجله اللاعب هامسك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الهدف الجميل. كرة مرفوعة يا سلام على الهدف الجميل. في افتتاح مباريات الجولة الثانية سلوفاكيا تهزم روسيا 2-1 وتشعل المجموعة الثانية. فاي سجل الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من هامسك، وبعدها هامسك رد الجميل وسجل بنفس الهدف الثاني من صناعة فايس بتسديدة رائعة. روسيا قلصت الفارق في آخر 10 دقائق. والسؤال المهم بلش مع عدي، هل استحقت سلوفاكيا هذا الفوز؟ بالشوط الأول سلوفاكيا كانت جدا مميزة. طبعا استعرض صور المباراة وما حدث اليوم وتألق هامسك اليوم، تألق نعم. هامسك في واحدة من أفضل مباريات مع منتخب سلوفاكيا، صنع هدف وسجل هدف. سلوفاكيا كانت جدا ممتازة الشوط الأول، الشوط الثاني تراجعت بشكل غريب، لكن منها حقق المطلوب. روسيا سجلت في آخر 10 دقائق. وكالعادة كان في فرصة ترى بعد الجول على طول إن روسيا ممكن تسجل نعم. الثاني، لكن سلوفاكيا حققت الأهم ولخبطت شوي أوراق المجموعة. الحين سلوفاكيا صار عندها 3 نقاط، روسيا نقطة، إنجلترا ويلز باتشر. أتوقع المجموعة هذه راح تقسم ثلاث الأخيرة، ثلاث لويلز ونقطة لمنتخب الإنجليزي. ناصر، رأيك بما قدمه هامسك في اللقاء، وطبعا فاز بجائزة أفضل لاعب. نعم، هامسك هو العمود الفقري لنابولي، ما بالك مع منتخب بلاده سلوفاكيا، هو حلقة الوصل في أفكار المدرب 4-2-3-1 تحت المهاجم دودة. أول نص ساعة أبو عبد الرحمن كانت الكرة محصورة في الوسط، كانت مباراة مملة ما في هجمات خطرة من الطرفين، لذلك أنا ما أشوف أنه قدموا كرة جميلة خصوصا أول نص ساعة. الاستحواذ لروسيا 65% استحوذ سيطر، لكن براعة هامسك في التمريرة اللي عملها لفايسس وسجل هدف، وشون حظن عليها اللاعب ويعني كسر للداخل وسجل الهدف الأول. هدف الثاني شون القرار في التسديد لهامسك في الهدف ولا أربعة، هدف ممكن جميل، ممكن من أحلى الأهداف في البطولة. هذه الأهداف اللي حبها مش عن طيق بالعرضة والدش، هذا هو هذا لا هذا هدف روسيا، هذا هدف روسيا. الشوط الثاني اتفق مع عدي، روسيا استحوذوا سيطروا حاولوا يعودون للمباراة، لكن الوقت ما أسعفهم وتغييرات المدرب كانت غير واقعية. إيش تقصد غير واقعية؟ مدرب روسيا لروسيا نعم. لروسيا ليش غير واقعية؟ لأن تسحب أنت مهاجم أو لاعب ارتكاز مهم، لاعب ارتكاز هو عامل حلقة وصل، في اللاعب رقم 5 كان هو جيد في التمرير وبناء الهجمة، تسحبه وتنزل مهاجم عندك وقت العودة للمباراة خصوصا في الدقائق الأخيرة. فالتغييرات في تغير 2 أبو عبد الرحمن ما بين الشوطين الفريق كان ماشي، لأنه كان خسران 2-0، بس لابد أن أنت تنطر على الفريق. الفريق كان ماشي في الاستحواذ كان جيد، وما عاد المباراة إلا في آخر الوقت، فعنده تغيير واحد في الدقائق الأخيرة، ما عنده التغيير يعني استغل كل أوراقه، تستنزف مجهود الفريق وبعدين تعمل تغييرات وتكون إيجابية لك وتحقق التعادل. إنزين، نسمع الأهداف، أهداف المباراة، ونرجع لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين. الدفاعات الروسية ويمنحها الأفضلية
شيك وفرصة للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية 22421996 أو 22327582. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين. أعزائي تحس من المدرسة القديمة. أعزائي، هل بالغت عدي سلوفاكيا بالتراجع في الشوط الثاني؟ أنا ودي أشوف رأي ناصر في في النقطة هذه، لكن أنا كمتابع غير محلل شفت أن سلوفاكيا بالغت في الدفاع. هل هي إمكانيات لاعبين؟ هل هو ما يقدر أنه ينفذ نفس الأسلوب 90 دقيقة؟ فما أدري ناصر، أنت عندك هذه المواضيع وما شاء الله ناصر ترى محضر هو دائما يحضر ناصر. ناصر بالغت سلوفاكيا بالدفاع الشوط الثاني؟ هو مو بالغت، النتيجة 2-0، المدرب كانت عنده مهم الخروج من المباراة في تقريبا 3 نقاط المباراة الآتية والوصول إلى أدوار متقدمة، فمن الطبيعي طلب، يعني اختلف، اتفق مع عدن، اختلف اسلوب لعبه. اسلوب في الشوط الاول لعب في ضغط متقدم واسترجاع الكره وتسجيل اهداف، هذا الموضوع ارهقهم بدنيا، ما قدر ينفذ الاسلوب. في الشوط الثاني لعب في اسلوب مقاير، تراجع الى الخلف واللعب على الارتداد السريع، وفي وجهه نظري نجح في ذلك. بما ان خلاص نجح، روسيا اعطاهم الاستحواذ، انت استحوذ لكن استحواذ سلبي. روسيا عاد المباراه في دقيقه تقريبا 80 واخر 10 دقائق حاول انه يعود للمباراه، لكن مدام هو فاز مدرب كوزلك تكتيكه صحيح 100% ودار المباراة بشكل جيد. والله أنت قاعد تدور الحلقة أيضا بشكل جيد. عدي، المنتخب الروسي المباراة الثانية على التوالي لم يقنع، هل هو من الأسوأ في البطولة؟ نعم، سؤال لك ناصر. من الأسوأ، أنا أشوفها من الأسوأ منتخب روسيا في البطولة، ضد إنجلترا ومباراة اليوم. روسيا ما قدمت اللي كان متوقع منها، بعكس البطولة الماضية طلعت من الدور الأول لكن قدمت على الأقل أداء حلو. ناصر، البطولة اللي قبلها في 2008 وصل نصف النهائي منتخب النهائي. نعم ناصر، من الأسوأ في البطولة المنتخب الروسي؟ والله ما نقدر نقول من الأسوأ، اللي قدمه مع إنجلترا كان يعني تعادل، قدم شيء مع إنجلترا لا ناصر. خطف نقطة في آخر وقت، لكن أنا أقيسها الأسوأ مو داخل الملعب، الأسوأ خارج الملعب في الجماهير، ما في شك والأحداث اللي حصلت ويعني فرنسا راح تنام سعيدة إذا خرجت روسيا من البطولة. ما أتوقع الأفضل أن راح تنام أسعد لو خرجت إنجلترا معاها. أي طبعا راح يرتاحون. طبعا المنتخب السلوفاكي في 2016 فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 وما خسر إلا لقاء واحد اللي كان أمام ويلز بالجولة الماضية. الجولة الماضية. رأيكم بهالأرقام؟ شوف مشعل، مشاركة 24 منتخب خلت المنتخبات الصغيرة شوي تحاول أكثر أنها توصل، صار عندهم أمل أنهم يوصلون. صحيح. شفناهم في دول في التصفيات، منتخب سلوفاكيا كان جدا مميز وحاليا قاعد يقدم بطولة ممتازة، حتى لو خرج من الدول الأول أتوقع أنه كسب احترام الجميع وأنا سعيد لهامسك. ألو، من مشجع إسباني الفوريا روخا. عبد الله صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور يا هلا. هلا حياك الله. الله يحييك. عبد الله، سؤال الحلقة، هل استحقت فرنسا الفوز في لقاء اليوم؟ والله صراحة فرنسا ما تستحق الفوز لأن سبب واحد. أي. سبب هو الفريق لحد الآن مو منسجم. يعني على قولتهم بالحظ في آخر 5 دقائق الوقت الضايع يقولون قول الفوز، وألبانيا لعبت تكتيك الدفاعي صعب صراحة. صح، يمكن هم آخر 3 أهداف لمنتخب فرنسا كلهم جو بعد الدقيقة 89. إنزين، سؤالنا الثاني، من توقع يفوز بين مباراة إنجلترا وويلز باتشر، ومن توقع نجم اللقاء؟ مباراة باتشر حتكون نتيجة إن شاء الله أتوقعها إنجلترا 3-0، راح يكون نجم اللقاء روني. روني، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية 22421996 أو 22327582. وركلك
ايطاليا في هذه اللحظات بوغدان ستانكو يسجل الهدف الاول وثاني اهدافه في هذه البطوله. المنتخب السويسري يضيع سفينوفيتش هدفين محققين ومنتخب رومانيا ياخذ ركله جزاء على لشتاينر يسجلها في المنطقه. التصويب والتعادل التعادل لصالح المنتخب السويسري. محمدي يسدد الكرة صعب جدا الكرة الكرة في الشباك الرومانية. برنامج كيك اوف في المجموعة الأولى رومانيا حققت أول نقطة لها في البطولة هذا العام بعد التعادل مع سويسرا 1-1. رومانيا تقدمت بركلة جزاء بعد تدخل لينشتاينر على المهاجم الروماني وعاد المنتخب السويسري عن طريق أدمير محمدي. عدي، هل كانت النتيجة أو التعادل منطقي؟ كانت التعادل منطقي. أنا شفت سويسرا قاتلت أكثر في المباراة حتى كفرق تمريرات، طبعا صور للمباراة اليوم رومانيا. ركلتين جزاء في البطولة، الركلتين لمنتخب رومانيا حتى الآن تعجبني. صح صحيح. لا أنا قاعد أشوف أن سويسرا كانت تستحق الفوز أكثر في المباراة، كان الطرف الأفضل. ومثل ما قلت أمس رومانيا منظمين، نعم، لكن ما في فنيات لاعبين. يوردانسكو برافو، اللي قاعد يسويه هو المطلوب، وما أتوقع أن أي مدرب آخر مع منتخب رومانيا الحالي يقدر يسوي اكثر من قاعد يسوي للحين في البطوله. للحين عنده، نعم، امل حتى الجوله الاخيره. اتوقع هذا بروحه انجاز حق رومانيا. ناصر، بشكل عام ايش رايك في المباراه؟ والله انا الوم مدرب رومانيا، كان بامكانه انه يحقق الفوز اليوم برغم انه استحوذ الفريق السويسري في المباراه ونسبه الاستحواذ ليش تعثر المنتخب الروماني. غير 4 لاعبين بالتشكيله، انت تغير 4 بالتشكيله وتدخل في بطوله يعني لعبتين ثلاث ممكن تأهل ممكن تطلع من البطولة، فهذا شيء أثر على اللاعبين. الثبات في تشكيل اللاعبين عامل مهم، إن هناك في خلل. أنت قدمت مع فرنسا مباراة يعني جيدة وخرجت في الدقائق الأخيرة 2-1. سويسرا قدموا مباراة جيدة، ولكن يعيب عليهم الأهداف. أبو عبد الرحمن، كل أهدافهم من كرات ثابتة. الأهداف اللي تلقونها ولا سجلوها في المباراة الأولى. بس ناصر، نعم، بقاطع ثابتة. ما تشوف أن إمكانيات منتخب روماني، هذه إمكانيات منتخب روماني، شنو كان المطلوب من يوردانسكو أكثر من اللي سواه؟ غير 4 لاعبين، ممكن أن اللاعبين غير جاهزين بدنيا. لا تنسى أن مباراة فرنسا كانت مرهقة. لا لعبوا في المباراة، ما يصير أنا غير 4 لاعبين. يمكن مجهز يبلش أساسي هو لعب هذا التكتيك مع فرنسا. انت غيرت 2 لاعبين، الواحد من الارتكاز وخط هجوم بالكامل، 3 في مقابل لاعبين الارتكاز. انت كمدرب لما تقوم بهذا الفعل لاي سبب تسوي هالتغيير هذا كله؟ في سبب معين اكيد. يعني يوردانسكو ما عمل هالتبديلات هذه الا في شيء في باله. شنو في باله؟ يعني هذا اللي عمل خلل للفريق الروماني في الاستحواذ، في السيطره، الانسجام ما بين اللاعبين. انت تحتاج الى انسجام. الفريق بدا ينسجم وقدم مباراه جيده مع فرنسا. انا مختلف معك. ايه، انا في وجهه نظر الفنيه كثر التغيير اللاعبين من 2 الى 3 ما في استقرار، نعم، فني راح يتاثر الفريق. ولاحظ انت اليوم بس للحين ناصر انت ما جاوبتني. انت كمدرب لما تقوم بتغيير 3 لاعبين أو 4، ليش تقوم بفعل هذه مثل هذه الافعال؟ يوردانسكو، نعم، مدرب كبير ما عندي شك. نعم، ليش قام بهذا الفعل؟ ممكن الإصابة، واحد أيوة، أرهاق، أيه، 2 فكر تكتيكي هجومي، يعني نعم، أدخل في عملية ريسك وألعب لاعبين مثل ما لعب اليوم، لاعبين هجوميين أكثر من دفاعيين، اللي خروج من المباراة ب3 نقاط. لذلك أنا أشوف أن رومانيا ما قدموا المستوى اللي قدموه مع فرنسا، برغم أن سويسرا فريق يعني بوجهة نظري فريق جيد، لكن مو الفريق اللي ما أقدر أنا أفوز عليه. تشاكا القادم الجديد الأرسنال فاز بجائزة أفضل لاعب في اللقاء المرة الثانية على التوالي، مستحقة. محور لعب منتخب سويسرا، كل كرة لازم يكون عليها بصمة تشاكا. أرسنال كسب لاعب كبير، منتخب سويسرا لاعب كبير. شاكيري للآن مش على المخيب نوعا ما في البطولة، ما قدم المتوقع منه. يمكن حتى مع ستوك هالموسم ما شفناه متألق في الطريقة اللي كان فيها، شفناه متألق في بعض المباريات لأنه مع نادي أصلا ما يساعد. بشكل عام منتخب سويسرا منتخب أتوقع أنه راح يكون في الدور الثاني إلى جانب فرنسا. طبعا أدمير المحمدي أصبح أول لاعب في تاريخ سويسرا يسجل في كأس العالم
وفي اليورو، رأيك في ناصر؟ لاعب جيد، يعني ينفع المدرب في أفكار طريقة 4-3-3 أو 4-2-3-1، هو يتواجد في جهة اليسار أو اليمين، بعض المرات يعمل سويتش ما بينه وبين شاكيري. لاعب تكتيكي عنده أدوار هجومية أكثر، تجديداته من خارج المنطقة جيدة دقيقة، واعتقد انه هو عطى البصمة للفريق في التعادل. زين، السؤال لكم انتم الاثنين، من المستفيد الاكبر في التعادل؟ سويسرا، 4 نقاط يمكن نقطة تكفيها للتأهل الحين. نعم، اكيد سويسرا، اكيد سويسرا بيلعبون مع فرنسا المباراة الاخيرة، ممكن يخرج بالتعادل، تغير تكتيك او حتى المدرب. الخسارة ممكن تخليه الثاني او افضل ثالث. بالضبط بالضبط. ناخذ الاتصال. ألو، من مشجع فرنسي؟ الديوك. أحمد، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور يا هلا. هلا حياك الله. الله يحييك أحمد. هل استحقت فرنسا الفوز في لقاء اليوم؟ بصراحة يعني شفنا أداء فرنسا ما كان بأداء ممتاز بالنسبة حق المباراة الأولى. نعم، بس غلط تبديل المدرب، يعني ما شفنا تبديله من البداية، بدل بالشوط الثاني آخر دقائق، بس بعد تبديله الأمانة كانوا مستحقين الفوز. زين، ولقاء اليوم بين إنجلترا وويلز، من أو توقع النتيجة ومن سيكون نجم اللقاء؟ مثل ما عارفين إنجلترا فريق كبير لا شك فيه، بس منياتي أنا ويلز جارث بيل إن شاء الله، جول باتر يحسن. جارث بيل، يعني 1-0 ويلز جارث بيل. 1-0 إن شاء الله. فاول. الله يعطيك العافية. حياك. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية 22421996 أو 22327582. عادل يطعم رد الثانية بالرأس وقول با 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 با. يا لعب الكرة عجيبة وغريبة، غريزمان يفعلها في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، الألبان يسقطون كلهم أرضا، الفرنسيون بسبع أرواح في واحدة من أسوأ مبارياتهم يتمكنون من هز الشباك بالرأس. ديمتري بويت 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 وجول جول 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 جول. ديمتري بويت يمنع التفوق رسميا للفرنسيين بهدف ثاني. مجددا وفي الدقائق الأخيرة، فرنسا تنتصر هذه المرة عن طريق غريزمان برأسية في الدقيقة 90، ثم بايه طبعا في الدقيقة 95 بهدف من مجهود فردي جميل. ناصر الروح خليك عنه. هل استحقت فرنسا الفوز؟ استحقت في الشوط الثاني، الشوط الأول ما كان يعني مستوى المرجو منه من الفريق الفرنسي. أنا عندي أسباب أبو عبد الرحمن. إيه أنا هذا السؤال يجرنا إلى شنو مشكلة منتخب فرنسا في المباراة الثانية؟ نفس مشكلة منتخب رومانيا اللي عدي قال ما يوافقني في هالشيء. لاحظ أنت لما تلعب مباراة ودية قبل البطولة في طريقة 4-3-3، بوجبا وكانتي، بوبا وكانتي وماتودي، في ثلاثة الوسط وثلاثة في المقدمة، اليوم لعب في الطريقة اللي لها فيها مباراة الأولى 4-2-3-1 واستقنع عن بوجبا، صار خلل في وسط الملعب، وخصوصا مارشيل في جهة اليسار وكومان في جهة اليمين يحتاجون إلى وقت ليكون ينسجمون مع الفريق. هذا الشيء أثر على الفريق. لاحظ أنت في الشوط الثاني لما رجعت المنظومة 4-3-3. أنا أقدر أرد عليك وأقول لك أنت شوف في الشوط الأول في المباراة، في مباراة فرنسا، هذا ردي كان على هذا كان ردك. أوكي. نفس الشيء في الشوط الأول ما كانوا منسجمين بعد ما دخل كومان ومارشيل تغير. أنت تتكلم عن مباراة افتتاحية، انت طيب. تتكلم عن منظومه داخل ملعب، حركه اللاعبين، المدرب الفني يشوفها عميقه اكثر. انا اشوف تمركز كانتي وماتودي في وسط الملعب في مساحات وثغرات. لاحظ انت البانيا استحوذوا على الكره وقاموا يلعبون الكرات القصيره. في هل السبب عدم وجود بوجبا؟ بوجبا كان نوعا ما شاغل منطقه بجهه اليمين وماتودي في جهه اليسار، تتحول 4-1، كانتي هو يكون مثل ليبرو في وسط الملعب، وعندك أطراف كانوا جيدين غريزمان وبايه وجيرو في المقدمة.
لذلك أنا أشوف لما تعود إلى المنظومة وتلعب في تشكيل ثابت في الشوط الثاني تطلع هوية الفريق. لاحظ أنت الشوط الثاني عمل كل شيء في كرة القدم الفرنسيين من الأطراف لعبوا سددوا من خارج منطقة 18 وصلوا للهدف أكثر من مرة. تغييرات المدرب كانت إيجابية في الشوط الثاني، هذا أثمر على الهدف الأول والثاني. زين باخذ رأي عدي بسالفة التشكيلة. عدي ديشام من وجهة نظرك كان موفق في التشكيلة اللي اختارها؟ لا ما كان موفق في التشكيلة اللي اختارها. يعني أنت وافق ناصر؟ وافق ناصر بس مو السبب إن غير الأسماء، إن أداء فرنسا ظهر بهالشكل. أنت قلت ضد رومانيا شفنا فرنسا. أنا قلت لما محلل ولا مذيع؟ لما قلت أنت توه الحين يعني شفنا فرنسا ضد رومانيا بنفس الأسماء اللي تكلم فيها ناصر 4-3-3 ما كانت فرنسا مقنعة ناصر ضد ولكن رومانيا. يقول لك مباراة افتتاحية يعني ضغط على اللاعب. ممكن أقول لك نفس الشيء على رومانيا، كانت مباراة افتتاحية وحب يغير. لا رومانيا مو داش تحت، لقيت العذر على طول. لا اللاعب لما يلعب خارج ملعبه أنت بس راح أقاطعك، أنت ضد تغيير الأسماء ولا تغيير التكتيك؟ تكتيك وطريقة اللعب. زين تكتيك وطريقة اللعب عشان لا تختلفون الأسماء. أنا هم مع الأسماء بعد مع بقى نفس الأسماء اللي بلشت المباراة الأولى. نعم عدي عشان لا تختلفون، ديشام دخل غريزمان وبوغبا وجينياك في الشوط الثاني، كلهم في الشوط الثاني. جينياك مكان جيرو، غريزمان مكان مارشال، لا مو مكان مارشال مكان كومان، وبوغبا مكان مارشال. تغييرات اعطت الحيويه لمنتخب فرنسا بالشوط الثاني. الشوط الثاني فرنسا كانت ممتازه جدا، وشفنا تراجع طبعا المنتخب الالباني. ما تنسى ان مخزون اللياقه البدنيه عند المنتخب الالباني قله خبره البانيا، ترى حتى البانيا هاجمت وكان لها فرصه بالعارضه وكان لها انفراد، فالبانيا كان ممكن تخرج مو بس بتعادل وفوز. انزين هو تغيير المدرب المنتخب البانيا من قلب الدفاع اسمه ايتي ونزل في سيلي لاعب، هذا التغيير اثر على الفريق خصوصا في الدقائق الاخيره. لاحظ انت الهدف مكان اللاعب ايتي القلب الدفاع، هذا اللي كان مميز، اللي كان مميز. زين رايكم بشكل مجمل على اللي قدمه المنتخب الالباني اليوم؟ منتخب شجاع جدا، مو بس اليوم مشعل، ضد مباراه في مباراه سويسرا كان منتخب الباني جدا ممتاز على الرغم من انه لعب ب 10 لاعبين يمكن لمده ساعه. اليوم يمكن ما تاثر بدنيا انا في الشوط الثاني في الجزء في اواخر الشوط الثاني. منتخب شجاع منتخب البانيا، ترى للحين البانيا لم تخرج من البطوله، في ناس ناسيه ان في اربع ثوالث، في اربع ثوالث ممكن يفوز في الجوله الاخيره وحسب نتائج المباريات الثانيه يتاهل. ناصر ظهور البانيا بهالشكل هذا هو قوه المنتخب الالباني ولا سوء المنتخب الفرنسي؟ هو لا انا اشوف ان في افكار من المدرب، لاحظنا احنا البانيا مدرب البانيا مدرب البانيا، لاحظنا احنا البانيا على مدار 90 دقيقه ابو عبد الرحمن ما لعب الكرات الطويله، لا دائما يعني يبني الهجمه من الخلف، وبعض الكرات تنقطع من لاعبين الوسط تكون مرتده في الشوط الثاني لهم، لكن في فكر واصرار من المدرب العب كره قدم، وهذا الشيء اللي انا يمتعني ان الفريق يلعب كره قدم. يمكن قله الخبره او خبره البطولات يمكن كان لها تاثير اليوم. بس لو سوري ناصر، اليوم لو الدقيقه 90 النتيجه 0-0 صح، كنا شنو راح نسولف اليوم؟ راح نتكلم ونمجد، راح نمجد في البانيا ومدرب البانيا وتبديلات مدرب البانيا، وراح ننتقد ديشامب وتبديلاته. هذه كره القدم جزئيات بسيطه تغير يمكن حتى الحين. انا البانيا خسر لكن انا قاعد يعني امجد فيه واقول انه لعب كره قدم، انا استمتعت فيه كمدرب، طريقه افكار المدرب بناء الهجمه من الخلف، حتى لو يعني ما عنده التشتيت فريق يعني حتى يكون تحت ضغط. فرنسا بالشوط الثاني ابو عبد الرحمن لعب في ضغط عالي، صح. لاحظ ما تتي وصل عند الحارس ثاني شفناه في منطقه الجزاء. نعم كذا مره لعب في اول 20 دقيقه شوت عاليه بيخلص المباراه، وعلى برغم هذا يعني الشيء ان احنا كمدرب نطلب من اي فريق يلعب بضغط عالي احنا نلعب كرات مباشره عشان نمنع هذا الضغط. زين فريق جيد، مدرب يعني شجاع، عبقري شجاع. عبقري مدرب عبقري عبقري بالنسبه لي. بايل مرة ثانية يفوز بجائزة أفضل لاعب، يستحقه طبعًا. طبعًا المباراة الأولى ما عندنا شك. طبعًا. اليوم ممتع جدًا ممتع جدًا. بايل محور لاعب منتخب فرنسا، كل الكرات من لمنتخب فرنسا من بايل، لكن أنا عندي جزئية على اختيار أفضل لاعب في المباراة. ترى كان ممكن اختيار أي لاعب من منتخب ألبانيا. ما أدري إذا النتيجة انتهت 0-0 هل كان راح يتم اختيار بايل أو لا؟ لا ما أظن راح يتم اختيار. أنا عجبني اللاعب رقم 22 أبراشي. أبراشي من منتخب ألبانيا كان متحرك ومزج يلعب في وسط الملعب، حتى لما أول فاول أبو عبد الرحمن يقول حق الحكم هذا أول فاول اللي أخذ إنذار على طول. يعني اللاعب كان جيد ومقاتل وحماسي. زين بشكل عام بعد فوزين المنتخب الفرنسي، طبعا هو صاحب الأرض والجمهور، هل أقنعكم المنتخب الفرنسي؟ لم يقنع.
إذا خلنا نسأل إحنا السؤال بعد. لا تسألوني أنا الحين مسترسل كمذيع. مسترسل كمذيع إن صرت محلل ما أدري من اللي بيقدم الحلقة. خال أنت أقنعك. أقنعني؟ لا أنا بالنسبة لي قاعد يحقق المطلوب اللي هو 3 نقاط، حصل على 6 نقاط، ضمن التأهل للدور القادم وهو صاحب الأرض والجمهور بالنسبة لي. يعني ما أقنعني. لا دا ما أقنعني في النتائج طبعا أقنعني. الشوط الثاني. ما همني مع احترامي الأداء، خل النتائج أو الأداء يأتي في مع النتائج طبعا ويأتي. ولكن أنا أتفق أن المنتخب الفرنسي للحين يعني ما ثبت على توليفة معينة، أن يعني المباراة الجاية ما أدري بيبدي منه ولا بيبدي. أنا أقول لو فرنسا كومان ولا بوغبا، لو فرنسا الشوط الثاني شفناها في بقية البطولة فرنسا مرشح الأول للقب. هي مرشحة من غير الأول. شك مع ألمانيا. زين يعني ترشح فرنسا منافسة على اللقب أو للحين يعني؟ لا، يبقى منتخب فرنسي يعني المرشح الأول، صاحب الأرض والجمهور. لكن أنا أتفق معك عبد الرحمن، يعيبه خط دفاع نوعا ما بطيء، إفرا وسانية فوق 30 سنة، رامي في قلب الدفاع. أعتقد أنه للحين في عنده مشاكل في الارتداد السريع، لو واجه فريق عنده هجوم قوي وسريع راح يواجه صعوبة المنتخب الفرنسي. لحد الآن أنا أشوفه غير متزن. اتفق وياك انا بعد. طبعا سؤالنا اليوم ان هل كان المنتخب الفرنسي يستحق الفوز في مباراة اليوم ولا امس؟ وتوقع نتيجة مباراة اليوم ما بين انجلترا وويلز، ومن سيكون نجم اللقاء؟ الو، من مشجع ايطالي الازوري. احمد صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. انا عبد الرحمن، كيف حالك؟ والله شلونك؟ لا عدي، كيف حالك؟ هلا احمد. انا اصلا عمران، كيف حالك؟ الله يسلمك حبيب. ايش رايك فيني وانا مقدم احمد؟ اوه ما شاء الله عليك. بس عندي ابو محمد، عظم الله اجرك. اي جزاك الله خير. ماشي ابو عبد الرحمن. والله شوف، انا اتكلم على مباراه فرنسا، صراحه كان ما يستحق الفوز. ما يستحق. ما يستحق والله. منتخب البانيا صراحه كان بامكان انه يفوز، بس لو قلة خبرة من المنتخب نفسه أو اللعيبة اللي عنده. نعم. المدرب صراحة جبار، يعني سوى كل شيء. وتضايق الدقيقة 90، الخطأ الوحيد اللي هو التبديل قلب الدفاع، هذا اللي أذبح، لأن الهدف الأول غريزمان جاء من اللاعب نفسه البديل. صحيح. زين أحمد، قمة اليوم إنجلترا وويلز، كم تتوقع النتيجة ومن سيكون نجم اللقاء؟ أبو عبد الرحمن، أنا دائما مع الفرق القوية. يعني اليوم أول مرة يعني شوية رحت على ألبانيا، أنا دائما مع الفرق القوية اللي هي الأوروبية. ما تعب حالك. ما تعب حالي، لأن الفرق الصغيرة دائما تخلي الضغط وسكر. الله يبعدنا ويبعد. كم تتوقع؟ مع المنتخب القوية، مع ويلز طبعا. ها أبو انت الحين، انا احمد يبيني. لا احمد انا صار لي 15 دقيقة مقدم، انت قاعد توهقني على الهواء، قاعد تكسر فيني على الهواء. حلو. منتخب الويلز اخاف العكس مع الانتخابات. انا المشكلة فيني من زمان، فيني كره للانجليز. عدى قاعد يتبوسه. فريقين اكرههم، الانجليز والبرازيل. هذيلا فيهم كره. لو شنو الانجليز جميع انديتهم لو يلعبون برا، ما عدا ليفربول حاليا تعاطفا مع عبد الرحمن. اهم عودة قاعد. بس خلاص احنا حبايب. زين كم تتوقع النتيجة احمد؟ والله اتوقع تعادل. ومن سيكون نجم اللقاء؟ اتوقع حارس ويلز هنسي. داني وورد هنسي مال منو؟ مال منتخب ايرلندا الشمالية. ألف شكر لك أحمد. حبيب. برنامج كيك أوف. كيك أوف. المجموعة الثانية. إنجلترا الأسود الثلاثة. روسيا منتخب الدببة. ويلز منتخب التنانين. سلوفاكيا منتخب الشجعان. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية 22 421 996
أو 2-2-3-2-7-5-8-2. Kickoff. ستذكرها أنت وأحفادك بعد ذلك عندما يتقدم بك الإنجليزي. فما شانس والتعادل العالمي عالمي للمنتخب الإنجليزي الثلاثين عن طريق جيمي فاردي. عن طريق جيمي فاردي الحديث عن فاردي في يوم اللمسة والكلام عن قناص ليستر في يوم الحديث والرؤية فيما سبق إلى أسطورة ليستر اللي خرج منهم الإنجليزية. تصويب جول ماركوس راشفورد. راشفورد الأسباني. الخميس اليوم طبعا الساعة 4 العصر ديربي بريطاني مميز ومثير ومهم في الصراع للتأهل للدور الثاني. طبعا الكلام على المجموعة الثانية ومباراة انجلترا ويلز. ويلز قادمة من فوز على سلوفاكيا وانجلترا قادمة من تعادل مخيب في آخر الدقائق مع الروس. الإعداد مكتوب مشعل. هل تتوقع أن هودسون يلعب نفس التشكيل اللي لعبت فيها أمام سلوفاكيا؟ جاوبه. لا ما راح أجاوب. ناصر التشكيلات عند ناصر. ناصر هل تتوقع هودسون يلعب نفس التشكيل اللي لعب فيها أمام سلوفاكيا؟ هو التشكيلة تشكيل اللاعبين أمام روسيا. لا تشكيل, تشكيل اللاعبين أنا مو يعني مو مع هودسون في تشكيل اللاعبين. وأيضا طريقة اللعب 4-3-3 لابد اتفقنا. لابد لا هو بالسؤال غلط قال سلوفاكيا واهقني يستفيد روسيا التشكيل اللي لعب فيه انه يستفيد من فاردي وهاري كين في اللعب في طوق وجيد يعني بالنسبه لي في وجهه نظري. إريك دير ايضا جيد. المشكله مكانة في مكانه ثابت اي مكانه ثابت. نعم. هذه انت الطريقه هذه تدافع في خمسه وتهاجم في خمس لاعبين. المشكله في ديلي علي وروني. روني ما عنده ادوار دفاعيه في وسط الملعب تعطي ادوار دفاعيه يساند في مع دوني روز في جهة اليسار. ستيرلينج هو لاعب بديل في وجهة نظري خصوصا مع المنتخب. لالانا أيضا لاعب بديل. فتحتاج إلى ثلاثي ميلر وإريك دير وديلي علي في وسط الملعب. روني كصانع لعب وتحتاج سرعة فاردي. ما يخالف أنا بوقفك هني وأقول لك وين السرعة إذا دخلت ميلر وداير ومنو قلت ديلي علي. وين السرعة وين خلينا نقول خلق الفرص صح ابو عبد الرحمن. انت في بعض الاحيان تضع تكتيك للاعب واحد. انا اسوي هذا التكتيك لفاردي. لفاردي فاردي يعطيني المباراه. نعم. قمه مستواه ونص اهدافه مع ليستر في المساحات. بس انت باص واحد من روني في خلف المدافعين اللي بغيت تقول محرز انت بس محرز لا انت كنت ضد تغييرات مدرب فرنسا وروماني. انت الحين طالب هودسون تغييرات التشكيله. لا انا لان ما قدم شيء الفريق رومانيا. بالعكس لعب بالعكس رومانيا. أنا ضد رومانيا كلامك. قدم مستوى. فأنا صرت ضد المدرب. فرنسا قدم وفاز. صرت ضد انجلترا. بالنسبة لي تعادل على هذه النجوم. تعادل على هذه النجوم يعتبر أنه في خلل. تفضل عشر ثواني. عشر ثواني. الناس كلها نسيت أن انجلترا لعبت 70 دقيقة ضد روسيا من أفضل ما يكون. صحيح. ولكن ما سجل طبعا. بس في النهاية الفريق كان يوصل للجول. أنا مو من محبي هودسون لكن الفريق اللي بلش مباراة روسيا كان ممتاز. كيف كان من أفضل أو كان نجم اللقاء. كان نجم اللقاء. خبر من التلغراف. إيش يقول؟ يقول لك للآن تشكيلة إنجلترا توا الخبر. سرية. سرية. اللاعبين متوترين ما أحد يعرف منو أساسي ومنو احتياط. إنزين. بول سكولز طبعا نجم مانشستر يونايتد المنتخب الإنجليزي طالب روي هودسون بإشراك ستورج أساسي. أنا سألت عدي هالسؤال وأفضل إشراك ستورج أساسي. أنت إيش رأيك؟ أنا ناصر. أفضل ينزل الشوط الثاني. فاردي وهاري كين بالنسبة لي في الكرة الحديثة أفضل من ستورج. ستورج يحتاج إلى مساحات. كيكوف. لكن شوف فيل بيعمل قطار منطلق
قطار منطلق. لا 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 لا، جاريث بيل وراهم الوين، جاريث بيل وراهم الوين في هذه الليلة الويلزية الرهيبة. جاريث بيل أخيرا 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 يتوج مجهوده في هذه المباراة بعد أن صنع هدفين. طبعا المباراة اشتعلت قبل بدايتها بأيام بعد تصريح جاريث بيل يقول ولا لاعب من منتخب إنجلترا يستطيع أن يلعب في منتخب ويلز، لاعبين منتخب ويلز. قال هالكلام ورد عليه روني اليوم. إيش قال؟ قال نملك روح أكبر من أي روح لمنتخب في العالم. وسأله هودسون في المؤتمر اليوم الصحفي على تصريح بيل إنه ولا لاعب في إنجلترا يستحق. يستحق. سوري، سأله روني، روني قال ما راح أجاوب، خلي هودسون يجاوب. هودسون قال نو كومنت، ما راح أعلق على هذا. جاك ويلشير طبعا اختصر موضوع نجم المنتخب الإنجليزي وقال إن بكل اختصار نحن لا نحبهم وهم لا يحبوننا. رسمي هذا. يعني. رسمي وصريح ومنطقي. والله يستر من مباراة باكر جماهيريا مع أن الأجواء حد الآن. يعني إيش قصدك أنت؟ شنو أثرها على اللقاء؟ إحنا ما نحبهم هم ما يحبوننا. أنا شوف. ديربي. راح تشوف ديربي مشتعل. راح تشوف ديربي. لعبوا قبل كم سنة يمكن وفاز المنتخب الإنجليزي. ودياً. وديا تحضير لكأس العالم 2000 والمجموعات كأس العالم 2014. لا لا ما ويلز ما وصلت، ويلز آخر وصول لها بطولة كبرى لعبوا مع بعض في المجموعات. لا 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 لعبوا مع منتخب اسكتلندا يمكن في كأس العالم والتصفيات. لا لا تصفيات 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 انجلترا ويلز لعبوا ودية قبل كأس العالم 2014. انا اتوقع ديربي مشتعل وراح يذكرك بقمم البريمير ليج اللي ما راح تكون يمكن ممتعة فنيا بس راح تكون مشحونة جدا وراح تشوف تدخلات خشنة من الفريقين. أي وتوقعي بعدين الحين؟ توقعك لا بنهاية لا بنهاية اللقاء. فوز ويلز على سلوفاكيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة يعني بالصدفة ولا أن منتخب ويلز يمتلك العناصر أو خلينا نقول أن فوز كبير للمنتخب الويلزي. أنا والله يعجبني فكر مدرب المنتخب الويلز يملك شيء كبير يعني. إيه لعب في طريقة اللي عادت الحين في الكرة الحديثة اللي هي 4-4-2 بيل وويليامز في الهجوم في أفكار حديثة يعطي أدوار لأظهرة الفريق أدوار هجومية تقدم وتعمل زيادة عددية في الوسط الملعب وهذه الطريقة الحديثة من 4-4-2 طبعا في جو آلن بيل رامزي ويليامز رامزي الكثير من اللاعبين في البريمير ليج بن ديفيز كمدافع منو؟ لاعب سوانزي باك اليسار بن ديفيز بن ديفيز تولن كولن اي منو؟ تويلر انا لا اتكلم عن بن ديفيز قلب الدفاع قلب الدفاع بن ديفيز تايلر اي تايلر طبعا تاريخيا 130 مباراة جمعت الفريقين 68 فوز لإنجلترا تعادلوا 21 مرة 14 فوز لويلز تتوقعون يعني مباراة مثيرة ممتعة ما ولا حذرة ممتعة ما أتوقع لكن أتوقع مثيرة في فرق بين المتعة يعني أهداف إثارة راح تشوف شد عصبي حذرة ناصر هي تشوف بأفكار مدربين هيدسون أفكاره واضحة ومكشوفة لكن مدرب ويلز ترى بعض الأحيان أبو عبد الرحمن يلعب في 3 مدافعين 3-5-2 نعم. بعض الأحيان يفاجئنا في 4-4-2 فما يعطي المدرب الآخر هويته أو ما استفاد من المباراة الأولى يعني كتحليل يمكن ما يستفيد باكر يفاجئ المنتخب الإنجليزي بيل ممكن يلعب في جهة اليمين مو راس حربة فهذا المدرب يعمل تغييرات على كولمان. يلعب إيه كولمان يلعب على نقاط ضعف فريق الخصم وهذا الشيء راح نلاحظه في مباراة باكر راح تكون مباراة صعبة على إنجلترا بس إحساسي كوني عشان أنا رشحت إنجلترا وكرواتيا يأخذون الكاس احساسي يقول انجلترا راح يفوز في المباراه ما تخليه يفوز انجلترا انت من رشحته وهو مو ترقع خل نروح للجد التوقعات وانا بسجلها وبحتفظ بالورقه يعني عندي مو مشاري فيها سحور فيها سحور طبعا تستاهل يعني خلاص اذا توقعت صح لك سحور توقعك للنتيجه كل يوم قاعد نتسحر انجلترا ويلز اتوقع 2-1 انجلترا عدي 2-0 انجلترا 3-1 انجلترا تبون اقول لكم اللي يسجل ولا من راح يسجل روني من روني راح يسجل من بلنتي من بلنتي حلو واردي والباقي احتفظ فيه لنفسي للمشاركه في البرنامج يرجى الاتصال على الارقام التاليه 2-2-4-2-1-9-9-6 او 2-2-3-2-7-5-8-2
كيك اوف. المجموعة الثالثة. ألمانيا منتخب الماكينات، أوكرانيا الأزرق والأصفر، بولندا النسور البيضاء، إيرلندا الشمالية الجيش الأخضر والأبيض. سالفة الجيران عدي، يورو الجيران، يورو الجيران. طبعا لقاء جارين آخرين ينتظرنا الساعة 10 في ساندوني بين بولندا وألمانيا، ولقاء على صدارة المجموعة الثالثة. ناصر، تتوقع أي تغيير من هواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا؟ لوف هو سياسة ثبات في طريقة الواحد منه جودزة. هل كان جودزة فعال؟ او شورلا، مصطفى يقول لك شورلا يبدي هو مهاجم صريح. اتفق معه، لان اذا بيلعب مهاجم صريح شورلا، اذا بيلعب مهاجم وهمي بسحب قلوب الدفاع وعمل ثغرات خلفهم اللي عمله مع اوكرانيا، اللي عمله مع اوكرانيا، والاستحواذ في وسط الملعب وتغيير المراكز والكره الشامله، يعني فريق المانشافت فريق متكامل وعنده خبره، وفريق يعني متزن في الدفاع وفي الوسط وفي الهجوم، فريق قوي. تشكيله ما راح تغير في وجهه نظري، ما راح تغير. زين ساعدني ابو عبد الرحمن. راح اساعدك انا ما ادري، انا اتوقع انه ما يغير التشكيله، وانا اتفق ان شفاينشتايجر ما هو جاهز. ممكن مع خلينا نقول اذا في بعد الادوار الاقصائيه، اذا تاهل الادوار الاقصائيه واحتاج شفاينشتايجر في المباريات خلينا نقول الثقيله، المباريات الكبيره، ممكن نشوف شفاينشتايجر اساسي يبدي. ولو اني اشوف انا خط وش رايك في كروز وخضيره؟ في كروز وخضيره انا ما اغيرهم، هم الاجهز، وهم للامانه قدموا مباراه كبيره امام اوكرانيا. اوكرانيا كان يستحق التعادل نعم في الشوط الاول، ولكن انا قلتها من قبل، على مدار 90 دقيقه المنتخب الالماني استحق الثلاث نقاط. طبعا تكلمنا عن المنتخب الألماني، نروح للمنتخب البولندي. كيك اوف. أبولو كاردن ميليك ليفاندوفسكي، إيجول إيجول أركاديوش ميليك 1-0 dla biało-czerwonych w 50. pierwszej minucie. Arek Miliik. طبعا ناصر، شفنا منتخب بولندا امام ايرلندا الشماليه في المباراه الاولى في المجموعه، اقنعك المنتخب البولندي في الظهور الاول؟ لا، ايرلندا الشماليه في وجهه نظر الحلقه الاضعف سوى عشان انه يكون جزء، يعني لو فايزين 3-4 ما تقدر تضحي بليفاندوفسكي. ما يخالف، انا ما اضحي، انا ما اتكلم عن التضحيه، انت تتكلم انه كان سيء في مباراه ايرلندا الشماليه. جدا ناصر يقول لا، قام بعض الاشياء، انا اتفق، انا سمعت غير هالكلام. لا، انا قلت من الحلقه اللي طافت لما حللنا المباراه، قلنا ليفاندوفسكي كان جيد في تحركاته، عمل ثغرات. المطلوب 3-4-0 اتفق انه والله عمل ثغرات، والمنتخب البولندي قدم مباراه كبيره، و ما وفق هو كانت اسوء مباراه في البطوله، ولكن هو سيء. المنتخب البولندي سيء، لغه الصحفيين الاعلاميين يطلب من المهاجم التسجيل. يعني مثلا اليوم جيرو عمل كل شيء، ما حالف الحظ،
هل هو سيء اليوم جيرو؟ بس ظهور جيرو اليوم لا يقارن بظهور ليفاندوفسكي ضد ايرلندا الشمالية. لا يعني جيرو كان محور لعب اليوم وكان الجماهير والصحافة والنقاد يبون هدف من المهاجم الصريح. طبعا هو المهاجم الصريح لو ما يسوي شيء يقول آخر دقيقة يقول والله برافو، لكن احنا كمحللين نشوف تحركات ابو عبد الرحمن، تحركات تحتاج هدف. الهدف يعني لو يسجل على المانيا راهل انه راح يسجل، راهل انه يسجل زين زين. في التصفيات، في التصفيات بولندا هزمت المانيا 2-0 في وارسو عاصمه بولندا، والمانيا فازت في فرانكفورت 3-1. توقعاتكم لنتيجه اللقاء وهم راح اسجلها؟ ترى صعبه هذه، ما فيها صعبه، منتخب المانيا يلعب تقول لي صعب؟ الله يهداك. بولندا منتخب ما راح يكون هين، راح تكون مباراه حلوه. مصطفى يقول 1-1. مصطفى 3-1 المانيا. واحد مو 1-1. انت كم تقول؟ 2-1 المانيا. انا اروح تعادل 1-1. مباراه صعبه. ليفاندوفسكي 1-1. 1-1 ليفاندوفسكي يقول، يقول لك ليفاندوفسكي راح يقول 1-1 حق ليفاندوفسكي. لا 1-1 والمانيا يقول يمكن جوميز. 2-0 المنتخب الالماني. برنامج كيك اوف. كيك اوف. اخر مباراه بنتكلم عنها طبعا مباراه اوكرانيا وايرلندا الشماليه. المباراه راح تكون الساعه 7 المغرب اليوم ان شاء الله على الفطور. بشكل سريع توقعاتكم لنتيجه المباراه؟ 2-0 اوكرانيا. اوكرانيا 2-0. سجلتها؟ اي انت روح. 5-0 اوكرانيا. اوف ليش؟ توقع ليش؟ لا ليش توقع 5-0 مبني, مبني على شو؟ مبني على ايرلندا اضعف فريق واوكرانيا اللي عملها مع المانيا في الشوط الاول 5-6 هجمات ولعب السريع. اعتقد ان اوكرانيا باكر راح تعمل مفاجاه، وهذه مفاجاه البطوله اللي انا قلتها النتيجه 5-0. 1-0 اوكرانيا انا اقول. لو فازت ايرلندا الشماليه باكر تكون معانا صح؟ راح اكون معاكم بس متلثم. طبعا وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، كل الشكر لكم على المتابعه والتفاعل، ونشوفكم باكر على خير ان شاء الله. فما الله. كيك اوف.